السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه هيدرا، موقع جميل جدا. هيعمل لك فيديو من خلال ان انت تكتب الكلمة انت عايزه، تختار الصوت اللي انت عايزه، وتختار الصورة اللي انت عايزها. تمام؟ يعني على سبيل المثال ممكن تختار مثلا، انا قلت له اعمل لي صورة صلاح الدين، وكتبت له تعريف بصلاح الدين. كتبت الكلام ده ازاي؟ رحت لشات جي بي تي وقلت له اكتب لي تعريف بصلاح الدين على لسان صلاح الدين الايوبي، فقال لي انا يوسف بن ايوب المعروف صلاح الدين. فالموضوع سهل جدا وبسيط. وبعد كده بدأ يركب الصورة على الصوت، وكذلك محمد الفاتح، وكذلك ده شخص معرفوش. تمام؟ قلت له بس اعمل لي واحد لابس بدلة ضابط، خلينا نسمع صوت. وبعد كده نعمل واحدة بقى ايه ليا انا، هرفع صورتي. يعني المرة اللي فاتت دي كنت باجي هنا واكتب له برومت، ويحول البرومت ده لشخصية. يعني ممكن اقول له ايه، انا عايز رجل بطاطس، انا عايز رجل معرفش مين دوت، انا عايز الراجل ده، عايز صور مان، سبايدر مان، لكن اخترت شخصيات ايه حقيقيه. تمام؟ هو الصوت لسه ايه بيشتغل، خلينا نوقفه. طيب هنا ممكن تختار الصوت او تعمل امبورت للصوت، ترفع صوت من عندك، او تقول له سجل لي ستارت ريكوردينج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير، كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بافضل حال. خلي بالك انا اديته صوت، تمام، ملوش علاقة بالكلام المكتوب، مش شرط يعني. تمام؟ ما سجلتش انا الكلام المكتوب دوت. طيب كده الكلام جاهز، ناقص ان انا ارفع له صورة، او تكتب تحت مثلا عايز شخص يكون في الثلاثينات من العمر ويكون مصري، والحاجات دي كلها تبدأ توصفه. طيب خلينا نيجي كده واجي هنا، هختار صورة ليا، وهو يبدأ بقى يدرس فين مكان الفم، العين، الحاجات دي كلها عشان يبدأ يخليه يتحرك. هيبدأ يرفع الصورة، يبقى أنا كده اديته الصورة واديته الكلام. ناقص ايه؟ إن أنا هنا بورت أوديو. تمام؟ تقريبا الصوت ما سجلش أو في مشكلة في الصوت. طيب ممكن اختار صوت جاهز من هنا، او ممكن تعمل امبورت، تكون انت مسجل حاجه عندك وتبدا ان انت تختارها. ممكن يكون عشان مشغل برنامج التسجيل فخد الصوت هو. طيب كده اقدر اقول له ايه جنريت، هبقى اجرب اعمله الموضوع امبورت اوديو ده ان انا اسجل، بس ايه ما اكونش مشغل برنامج الريكورد، اشوف هو العيب منه ولا العيب من ايه. طب انا ممكن استفاد من الموضوع ده ازاي؟ ممكن يكون عندي كلام كتير وانا عندي برد ومش قادر اتكلم، فاروح كاتبه والكلام اللي مكتوب دوت اخليه يتقال على الصوره بتاعتي، فالناس ممكن تعتقد ان انا اللي بقول الكلام دوت. فهي فكره بسيطه يعني ظريفه، امثله للذكاء الصناعي. يعني كذا مره اكون بدي محاضره في الذكاء الصناعي ما بحطش الصوره الطبيعيه، بركب بعمل صوره بالذكاء الصناعي وابعتها والناس ما تكتشفش ان دي مش صورتي. تمام؟ مش زي الفوتوشوب بتغير بدل، لا ده انت بتقول له اعمل لي شخص بالمواصفات الفلانيه، اديته مثلا 10 صور ليا واقول له اعمل لي مثلا شخصيتي وانا مثلا بدي محاضره وانا بعمل. الله المستعان. طيب خلينا نشوف الفيديو، وتقدر تعمل له داونلود. اسمع، عمر سليم مصري مهتم بالذكاء الاصطناعي، اتمنى اترك بصمه حلوه في الحياه. تمام؟ ده الفيديو اللي هو عمله، لو حابب تشيره تقدر تشيره، لو حابب تعمل له داونلود تقدر تعمل له داونلود. تحذير اخير، ما تستخدمش صورة شخص مشهور غير لما تكتب على الفيديو ان ده فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي، يعني ده ممكن يعمل لك مشاكل، يقفل لك حسابك على الفيسبوك او الانستجرام او اليوتيوب، المنصة اللي انت رفعت عليها. لو عملت تزييف، يعني مثلا جبت صورة مثلا شخص سياسي عايش ومشهور وقلت كلام على لسانه، تمام، وممكن الكلام ده يعمل فتنة ويعمل مشاكل، ممكن يقفل لك الحساب بتاعك تماما، لان هما بيحاولوا يحاربوا الموضوع دوت. هو مش بيحارب ان انت تعمل فيديو بالذكاء الصناعي، هو بيحارب ان انت تكذب في الفيديو او ان انت تنشر كلام على لسان حد غير الشخص اللي انت عايزه. يوسف بن ايوب المعروف طيب خلينا كده. انا يوسف بن ايوب المعروف بصلاح الدين الايوبي، اشهر انجازاتي هو تحرير القدس في 2 اكتوبر 2000. اظن كده الموضوع واضح.